السلام عليكم. عالم اليوم للهواتف المحمولة ابتدت ملامح فئة جديدة تتشكل، وابتدأ ويا تشكلها صراع عنيف بين أقطاب هذه الفئة الأساسيين، وهم كل من شاومي بمصارحة لبلاك شارك، وريزر بأجهزتها من أجهزة الجيمينج الريزر فون، وأيضا عندك زد تي إي الصينية وجهازها نوبيا ريد ماجيك، ولينوفو الوافد الأحدث بهذه الفئة وجهازها الليجن، وأخيرا وليس آخرا أسوس والمقاتل الملك الROG. وبرأيي أسوس وشاومي هم الأكثر تأثيراً بهذه الفئة والمتحكمين بتوجهاتها وميولها. أخبار اليوم تأكد هذه الحقيقة، والصراحة تقال أسوس ROG بجيل الثالث راح يغير ويأثر على كل توجهات صناعة هواتف الألعاب بأكملها. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن آخر أخبار ملك أجهزة الألعاب من أسوس ومفاجآت غريبة جدا موجودة بي. ظلوا وياي. أول حركة مفاجئة بلشت ويا الROG الثالث هو لغة التصميمية اللي أبقت عليها الشركة تقريبا ونقلتها نفسها من الجيل الثاني، لكن الحواف صارت دائرية أكثر مثل ما تشوفون بالفيديو المسرب عن النسخة الأحدث من الجهاز. أيضا عندك بيت كاميرات أفقي أطول من الجيل السابق لأن صار بالأسوس روج. أخيرا 3 كاميرات محترمة القوة، وهذه واحدة من المفاجآت اللي صارت بالأسوس. شعار أسوس RGB متعدد الألوان بوسط ظهر الهاتف، لكن من أكثر الأشياء غرابة أن النسخة المسربة هي نسخة شركة تنسنت المالكة لPUBG وCall of Duty، فتوقع سوفتوير معدل ومخصص بالكامل لدعم هذه اللعبتين، خصوصا بوجود الاير تريجرز أو الشفتات الاثنين الجانبية اللمس، رغم أنه كانت أكو عدة توقعات تشير لوجود شفتات فعلية مثل الريد ماجيك، لكن اللي مستعمل الاير تريجرز مثلي أنا أعتبر استجابتها ممتازة خصوصا في Call of Duty. أيضا الشيء الأغرب هو عدم وجود مدخل 3.5 ملم للسماعات، وهذا الشيء يعتبر مستهجن تماما بعالم أجهزة الجيمينج. لكن الأخبار عن الROG 3 مستمرة، ظلوا ياي مفاجآت أكو بعد. طبعا هذا الجهاز جهاز ألعاب وجيمينج، يعني أنت تتوقع أعلى أداء وبأي حمل ومهما تكون مدة التشغيل، وهذا اللي معودتنا أسوس عليه دائما. ولهذا راح تشوفون مفاجآتهم من العيار الثقيل، لأن أسوس راح تكون أول شركة تستعمل الكوالكوم سناب دراجون 865 البلس، هذه النسخة من المعالج أوفر كلوك، أو تكون بها الكورات عالية الأداء بتردد 3 جيجا بدل 2.84% من الجيجا هرتز. هذا راح يعطيك بوست بالأداء وزيادة بالجرافيكس بحوالي 15%. هذا المعالج قد ما نشوفه بجهاز تاني هذه السنة، وأكو أخبار قليلة تقول انه يحتمل ان نشوفه ببعض النسخ من النوت 20، لكن هذه سالفة نرجع لها في فيديو ثاني منفصل. هذا المعالج راح يخلي الROG من أسوس واحد من اسرع واقوى الهواتف بالعالم، ان لم يكن الاسرع والاقوى، مع ذاكرة من الجيل الاحدث UFS 3.0 وبسعتين 128 وال256 جيجا. اما الرام فعندنا نسختين ايضا لكن بمفاجأة، نسخة 12 جيجا من الجيل الاقدم LPDDR4، او نسخة 16 جيجا لكن من الجيل الاحدث LPDDR5، هذه النسخة الافضل والاسرع والاغلى ايضا. اما الذاكرة فراح تكون ساعات 128 او 256 او 512 جيجا من الجيل الاحدث UFS 3.0، فانت راح يصير بيدك ملك اداء فعلي، ماكو جهاز لحد الان نازل للاسواق يقدر يلحقه. ايضا عندك ويا نظامين تبريد تسربت اخبارها بالهاتف، نظام الفيبر تشامبر الاحدث بجيل الثالث، وايضا شريحة عملاقة من النحاس بين المعالج والبطارية لتسريب الحرارة بشكل اسرع، وبالتالي راح يكون عندك استقرار اكبر باي حمل تواجهه، عدا عن منظومة التبريد الخارجية اللي تقدر تربطها بالجهاز بالمدخل الجانبي. خلي في بالك أسوس مغطية موضوع الأداء العالي والأحمال القوية ومن كل الجوانب، وأفضل من أي شركة ثانية. لا تتوقع غير الأفضل من الملك، والشاشة تحقق لك هذا الأفضل بحسب آخر التسريبات، لأن الأخبار تأكد أنه الROG الثالث راح يجيب شاشة 6.59% من الإنج AMOLED وبدقة الفول HD+، وهذا يعتبر مفاجأة ثانية، لأن كانت الأخبار تشير إلى وجود شاشة 2K. أما الخبر الأجمل فهو أنه تردد الشاشة بالأسوس بجيل الثالث راح يكون 144 هرتز، هذا الرقم نادر ما نشوفه بتليفون من أي شركة، وما نسمع عنه ونلقاه غير بشاشات الجيمين. عندك أيضا بصمة ضوئية تحت الشاشة من الجيل السابع سريعة ودقيقة الاستجابة. كل هذه الملاعب والفيكات تأكل البطارية أكل، لكن الملك متهيئ من سنة تماما، أطمئن.
أسوس معودتنا على أرقام حديدية والبطارية راح تبقى من الأكبر بتليفون عند 6000 ملي أمبير بشحن سلكي بطيء برأيي بمعايير 2020 عند 30 واط. هذا نفس ترتيب البطارية بالجيل الثاني. صح قد تقول عنه كافي وهذا صحيح، لكن 40 و50 وحتى 65 واط صار لها أكثر من سنتين موجودة وأسوس ما استخدمتها لحد الآن. عموما البطارية تعتبر جيدة وتنطيك يوم عمل ولعب براحتك وأكثر شوية. اخيرا وبحسب اخر الاخبار اتاكدنا وجود 3 كاميرات لاول مره باسوس. راح نلقاها بالظهر تسربت مواصفات العدسه الاساسيه منها فقط اللي راح تكون ممتازه وغير متوقعه، قوه 64 ميجا بكسل بمتحسس من سامسونج. اما البقيه فما عندنا معلومات كافيه عنها حتى اللحظه، لكن الخبر الحزين والمفاجاه الاغرب هو السعر. أكدت مصادر مقربة من الشركة في تايوان أن النسخة الأفضل وهي نسخة 16512 جيجا راح يكون سعرها الأعلى ويعتبر طفرة بأسعار أسوس ROG وتكون عند 999 دولار أمريكي. أما نسخة 12256 فراح يكون سعرها 899 دولار، والنسخة العادية وهي نسخة 12256 أو قد تكون عندنا نسخ إضافية ثانية لأسواقنا مثل 828. أنتوا شنو رأيكم بالسعر وشنو السعر اللي تتوقعون يدخل الجهاز بأسواقنا بعد أن يعلن عنه بحسب آخر الأخبار في الصين يوم 2/8 القادم إن شاء الله؟ أصدقائي شاركوني بآراءكم وتعليقاتكم ونشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.